السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر الأول من شهر أبريل، اليوم 78 بعد 100 لهذا العدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل على قطاع غزة. 178 يوم عدوان، وعالم بأسره عاجز، وأمة عربية وإسلامية أعجز، لكن غزة صامدة وصابرة ومحتسبة، تتوكل على الله وتولي أمرها له. غزة إذن جريمة كبرى بمجمع الشفاء. تصور المحتل يهجم على أهم مجمع طبي في القطاع، يدمره على بكرة أبيه، ويحرق الأقسام ويقتل مئات، ثم يتذرع بذرائع واهية إحراق كل محتويات وتدمير كل محتويات هذا المجمع، و 300 من الشهداء على الأقل في مشهد يذكر بالنازية بل وأكثر فظاعة كما قال مراقبون. في الجوار العربي، وبدل أن تأتي النصرة الرسمية ولو متأخرة، ركزوا معي، حملة سعودية إماراتية ضد من؟ ضد حراك الأردن. ما شاء الله عليهم، صاروا خايفين على الأردن الآن، تحت مسوغ الخوف على الأردن واستقرار الأردن. لاحظ ماذا يقال بالنسبة لإرهاب المحتل المنفلت تماما، وماذا بخصوص من شنوا حملة إساءة ضد حراك الأردن بدعوى المحافظة على هذا البلد واستقراره. ونشير هنا بالأساس إلى صفحات، طبعا لا يستطيع أحد أن يغرد في السعودية إلا بالقرب من السلطة، وبالتالي هي صفحات رسمية سعودية وإماراتية. في تصعيد كبير أيضا في المنطقة، هجوم صهيوني على دمشق، هذه المرة أيها السادة يدمر القنصلية الإيرانية ويؤدي إلى مقتل وجرح كل من كان في القنصلية. يعني عدوان ضد إيران أنا أستطيع أن أقول غير مسبوق. غزة إذن واستمرار العدوان، ما سر هذه الحملة السعودية الإماراتية على حراك الأردن؟ وهل يتحرك فيلق القدس الإيراني بعد طول غياب؟ يتساءل البعض، هذا هو سؤال ساعتنا الأولى. نستمر في الساعة الثانية مع غزة، ولكننا سنسأل هذه المرة عن قوات السلطة. ماذا تصنع قوات السلطة الفلسطينية في القطاع والتي جاءت كما قيل بالتنسيق مع العدو؟ من يصدق ذلك؟ وزارة الداخلية في قطاع غزة اعتقلت قادة هذه القوات وباشرت التحقيق معهم، لأن البعض يتصور أن غزة صارت لقمة سائغة، لكن غزة رغم الجراح ما تزال قوية ومسيطرة. هذه المجموعات التي وصفت بالمشبوهة دخلت كما يبدو متسللة مع قوات الإغاثة القادمة من مصر، وبتنسيق أيها السادة مع العدو الصهيوني. غزة إذن في الساعة الثانية وسلطة عباس، نسأل ما مهمة قوات ماجد فرج هذه التي حلت في القطاع متسللة وبالتنسيق مع العدو؟ ماذا تصنع في القطاع من ينسق مع العدو في ظل عدوان على أبناء شعبه بماذا يمكن أن يوصف بغير الخيانة العظمى؟ يقول البعض، هل هناك وصف آخر يليق بقوات تأتي من الضفة تنسق مع المحتل الذي يبيد غزة وتدخل متسللة مع قوافل الإغاثة دون إذن من أحد في غزة؟ ماذا يمكن أن يوصف شخص أو عدة أشخاص من هذه القوات؟ إن لم يكن وصف الخيانة العظمى هو الأدق، يقول بعض النشطاء على صفحات التواصل. سنعود لهذا الموضوع المهم على كل حال في ساعتنا الثانية، لكن دعونا نبدأ من غزة. هذا التصعيد الذي دمر مجمع الشفاء على بكرة أبيه وارتقى 300 شهيد على الأقل في هذا المجمع في إرهاب، الحقيقة لو وقع في مكان ثاني في العالم لا أقبل العالم مهرولا وفرر كل عقوبات الدنيا على أي كيان، لكن هذا الكيان الصهيوني يبدو أنه خارج العقاب والحساب. تدمير أيضا لقنصلية إيران في دمشق بقصف صهيوني وقتل وجرح كل من كان فيها
وحملة سعودية إماراتية ضد الحراك في الأردن. ثلاث ملفات مهمة في ساعتنا الأولى. أهلا بكم. غزة إذن إرهاب المحتل المدعوم أمريكيا متواصل لليوم 78 بعد 100، وعرب يخشون شعوبهم لمجرد الاحتجاج، فيبدأ التحريض والاعتقال كما حصل في الأردن، ليس فقط من السلطة الأردنية بل بعض دول الجوار أيضا التي يبدو تخشى انتقال عدوى الحراك إليها. في الأردن ولعدة أيام متواصلة شهد دعوات لحصار السفارة الصهيونية في عمان بحسب المتظاهرين، حيث شهدت الأيام الماضية مشاركة آلاف الأردنيين من رجال وشباب ونساء وحتى عائلات بأطفالها. وكل ليلة تبدأ المظاهرات ليلا بعد الإفطار خلال شهر رمضان، وتستمر لساعات حتى صلاة الفجر ووقت السحور، فيما يبدأ الأمن الأردني بإغلاق الشوارع المؤدية إلى منطقة الرابية في عمان التي تقع فيها السفارة الإسرائيلية بعد الإفطار مباشرة. فجر أمس فضت قوات الأمن الأردنية بالقوة اعتصام الرابية قرب السفارة الصهيونية في غرب العاصمة، فيما أعلن مسؤولون أمنيون قبل ذلك أنه لن يسمح بالاعتصام بعد منتصف الليل. طلب مسؤولون أمنيون المحتجين بالمغادرة، وبعد ذلك حدثت مشادات واحتكاكات بين المحتجين ورجال الأمن، فيما أعلن عن اعتقال عدد من المتظاهرين والمتظاهرات وتوقيفهم وسط مخاوف من أن السلطات الأردنية تتعرض فيما يبدو لضغوط خارجية للتصدي للاحتجاجات مخافة انتقال الحراك الشعبي إلى دول الجوار. الإمارات المعروفة بتدخلاتها الغير محمودة كما يقول البعض في العديد من دول العرب دخلت على خط احتجاجات الأردن، واتهم أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في منشور على منصة إكس، اتهم البعض باستغلال العدوان الإسرائيلي على غزة لتأليب الناس والتحريض على استقرار المملكة الأردنية بحسب زعمه. وهاجم قرقاش من وصفها بالتنظيمات زاعما أن معارك التنظيمات ضد الدولة الوطنية العربية أبعد ما تكون عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين والدفاع عنها. هجوم قرقاش جاء متزامنا مع حملة سعودية منظمة هاجمت مظاهرات الأردن عقب 6 أيام من مظاهرات عارمة قرب مقر السفارة الإسرائيلية في عمان تخللها قمع للمتظاهرين، وأطلقت حسابات سعودية هاشتاغ معاك يا الأردن في منصة إكس، وبدأت بالتحريض على المتظاهرين وكيل الشتائم لهم. وطالبت حسابات سعودية الحكومة الأردنية بالضرب بيد من حديد لتفريق المتظاهرين واعتقالهم. للسائل أن يسأل من يجرؤ في السعودية التغريد خارج إرادة السلطة وهواها، وبالتالي هؤلاء المغردون بالتأكيد قريبون جدا من السلطة. في تطورات أخرى في الجوار، قالت وزارة الدفاع السورية اليوم أن ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بالعاصمة دمشق أدت إلى تدمير المبنى بالكامل، وأسفرت عن سقوط وإصابة جميع الموجودين بداخله، موضحة أن عمليات انتشال جثمين الضحايا وإسعاف الجرحى مستمرة. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني في وقت لاحق أن عدة دبلوماسيين إيرانيين قتلوا في ضربة إسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، من بينهم قيادي رفيع في الحرس الثوري. غزة وحملات التحريض ضد الاحتجاجات الداعمة لغزة في الأردن أكان من قبل السعودية أو الإمارات، لمصلحة من؟ أنت أيها العربي عندما تحرض ضد محتجين سلميين في الأردن، ما هي مصلحتك أنت في الأردن أو في الإمارات؟ يعود بنا الحقيقة مثل هذا المشهد إلى بداية الربيع العربي، عندما خافت هذه الدول بالذات وكأن الربيع العربي سيكون بداخلها، فقامت تحرض واستخدمت كل معاولها الداخلية والخارجية وأموالها لإفشال الربيع العربي. هذه الدول يقول نشطاء بأنها أس البلاء وأس التآمر. طيب يا أخي أنت مانع الاحتجاج عندك، ارتاح ونام.
مالك في الأردنيين ديمقراطية وناس تظاهر؟ لا، لا يستطيع، لأن ديدنه التحريض، هكذا يقول بعض النشطاء. ثم ماذا بعد تدمير القنصلية الإيرانية في دمشق؟ إيران التي تهددت وتوعدت منذ بداية العدوان، وأنا أستطيع أن أمسح تل أبيب من الخارطة. طيب الآن القصف جاء إلى حد عندكم، هجمات عديدة طالت مواقع وشخصيات إيرانية في سوريا وما إلى ذلك، لكن الآن هجوم كبير للغاية. أنت تعرف القنصليات والسفارات هي تمتلك نفس سيادة الدولة. الهجوم على قنصلية طهران في دمشق هو هجوم على طهران، لا فرق. وبالتالي هذا مش تجاوز الخطوط الحمراء، تجاوز لكل شيء. هل نشهد تحركاً إيرانياً ومن قبل فيلق القدس تحديداً وهو جناح في الحرس الثوري موكل له كما يقال في إيران المهمات خارج إيران؟ طيب الآن وقد ضربت القنصلية ودمرت واستشهد وأصيب كل من فيها، فماذا عساه فيلق القدس يفعل وقد تحرك سابقا في سوريا وتحدث تحرك في العراق وكانت له صولات وجولات؟ الآن وقد وصلت النيران إلى إيران، فماذا عساه يفعل؟ أم أن طهران لا تجرؤ على المواجهة المباشرة مع المحتل الصهيوني كما يرى البعض؟ سؤال نطرحه في انتظار أن يكون معنا ضيف من إيران، وأمل من الزملاء في الاتصالات أن يحاولوا كل ذلك. طيب نبدأ في البداية بضيفنا الأول في هذه الساعة السيد خضر المشايخ الكاتب الإعلامي، ينضم إلينا من عمان. سيد المشايخ مساء الخير ونشكرك للانضمام إلينا في هذه الساعة. حراك متواصل في الأردن لفترة طويلة وكان بشكل عموما بشكل سلمي حتى الاعتصام ومحاولة محاصرة السفارة الصهيونية، جرى الحقيقة في شكل في النهاية لم يتخلله عنف حقيقي. لماذا تحول هذا الحراك إلى مثير للامتعاض ربما وعدم الارتياح من قبل بعض دول الجوار؟ ونتحدث هنا عن صفحات عديدة تحرض ضد حراك الأردن في السعودية، وأيضا أنور قرقاش تحدث بدوره عن هذا الحراك. ما الذي يزعج هذه الدول في حراك سلمي في دولة يعني تحترم حرية التعبير؟ منذ اليوم الأول للسبعة أكتوبر حتى هذه اللحظة لم يتوقف في جميع محافظات المملكة، ذلك أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية مهمة أساسية وداخلية لدى المجتمع الأردني، إن كان حتى على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي. هناك تواصل، هناك اتصال قوي جدا، هناك تداخل اجتماعي، تداخل حتى سياسي وجيوسياسي جغرافي. هذه التوليفة الكاملة جعلت أي حدث يحدث في الضفة الغربية تحديدا أو في قطاع غزة أو عموم فلسطين شأنا يؤثر في الشارع الأردني. أنت هل تعلم أن الاقتصاد الأردني تأثر بشكل واسع خلال هذه الفترة؟ حتى الزينة الرمضانية اختفت، حتى العادات الآن هناك في يعني تأثر الشارع الأردني بشكل كبير جدا في الأحداث. لكن ما حدث في مستشفى الشفاء في الفترة الأخيرة أعاد التصعيد في الشارع الأردني، وبالذات في بعض الإشاعات كانت قاسية فيما يتعلق في يعني في المجتمع الفلسطيني أو في مستشفى الشفاء تحديدا. لذلك هذا الأمر كان صادما للشارع الأردني، فبالتالي كان هناك رد فعل كبير بالذات في النقطة الساخنة دائما وهي سفارة الاحتلال. لذلك تمت الدعوة إلى محاصرتها وليس إلى فقط التظاهر هناك، لكن لم يكن هناك أي مظاهر عنف، لم يكن هناك أي مظاهر اعتداء على الممتلكات، على العكس تماما. الذين يشاركون هم نخبة الشارع الأردني، إن كانوا من طلاب الجامعات أو إن كانوا حتى من الناشطين السياسيين. لكن ما أزعج جوا دول الجوار أن بعد 6 شهور من المجازر وبعد 6 شهور من الحرب كان يعتقد أن الشارع العربي قد تدجن فيما يتعلق والقضية الفلسطينية وفي الحرب على قطاع غزة، وهم يروا بذلك أن ربما الأمور قد هدأت. هناك رعب كبير لدى المجتمعات أو لدى السياسة العرب أن هناك خوفاً
من العودة الربيع أو الشارع الربيع العربي أو الانتفاضة إلى الشوارع. هذا الهاجس، هذا البعبع حقيقة جعل ينظر إلى الشارع الأردني الثائر الذي لم ينقطع في ذلك، بل على العكس صعد. بالجمعة الماضية كان كل محافظات المملكة، هذا الأمر حقيقة كان هناك خشية أن ينتشر إلى باقي المنطقة وبالتالي يشكل حرجا لهذه الأنظمة. وبالذات هنا أتحدث عن الأنظمة الخليجية وتحديدا السعودية، وهناك أنت كما تعلم أن المزاج العام في النظام السياسي السعودي يختلف تماما عما يجري في قطاع غزة. هناك كان يروا أن هناك مرحلة تطبيع مهمة مع الجانب الإسرائيلي، ربما هذه الحرب قد أفشلت هذه التطبيع، فبالتالي كانت هناك نكسة كبيرة لدى النظام السياسي السعودي في التعامل مع هذه المسألة. لذلك هنا ردة الفعل من الذباب الإلكتروني الموجه طبعا، ولا يعبر عن الشارع السعودي طبعا بطبيعة الحال، لكن هو يعبر فقط عن توجهات سياسية لدى هذه الأنظمة. نعلم كذلك أن الإمارات لها علاقاتها المتينة مع الجانب الصهيوني، وبالتالي السعودية هي تسير بهذا الطريق، ناهيك عن الدور النظام المصري في هذا الأمر. أما يتعلق هنا في الأردن، حقيقة هناك هجمة حتى من بعض الكتاب حاولوا أن يجيروا أو يحاولوا أن يزيحوا شرعية المظاهرات، لكن الزخم الكبير والتعاطف الهائل في الشارع الأردني مع ما يجري في غزة وفي الضفة الغربية وبالذات في موضوع المسجد الأقصى المبارك، جعل هناك كوابح في التعامل مع أي حالة تظاهرية أو أي حالة يقوم بها الشباب في الأردن. لذلك الحالة الأردنية حقيقة مؤثرة ليس فقط في الشارع العربي، حتى في الشارع الغربي. من يتابع الإعلام العبري يدرك تماما كم هي تأثيرها. حتى الضفة الغربية تأثرت من الشارع الأردني، حتى كذلك في بعض الدول العربية، حتى في مصر، حتى يعني في حتى في الغرب هناك حديث حتى في أوساط الصحافة الأمريكية حول ما يجري في الأردن. والحقيقة السلطات عذرا على المقاطعة سيد المشايخ، يعني السلطات الأردنية في البداية تعاملت بأريحية كبيرة وبتسامح أيضا مع هذا الحراك ولم تتدخل، لكن في الأيام الأخيرة يبدو بدأ يظهر شيء من الامتعاض بل والرفض للاعتصام ما بعد منتصف الليل وما شابه ذلك. نعم. بعض النشطاء الحقيقة على صفحات التواصل رجحوا بأن ربما هناك تواصل من بعض دول الخليج مع الأردن بضرورة كبح هذا الحراك. هنا نعود إلى المخاوف التي أشرت إليها حضرتك لدى هذه الدول، هل ترى أنه الحراك الآن ربما قد يتعرض لتضييقات ما في الأيام القادمة في الأردن؟ طبيعة الحراك في الأردن وطبيعة النظام السياسي في الأردن، هناك تعايش مع الحالات التي يعني يتعامل معها الشارع الأردني. الشارع الأردني هو شارع حي يتفاعل مع جميع قضايا الأمة، وليس فقط في القضية الفلسطينية، تفاعل مع القضية العراقية واستقطب اللاجئين، وتفاعل مع القضية السورية واستقطب مليوني اللاجئ، والآن يتفاعل مع قضيته المركزية القضية الفلسطينية. هذا ليس إشكالية في الأردن، لا على مستوى النظام السياسي ولا على مستوى حتى المجتمع مؤسسات المجتمع المدني ولا على مستوى الناشطين الشباب. ولكن ما جرى في اليومين أو الثلاث أيام الأخيرة هو كما ذكرت هو إحراج من بعض دول الخليج لما تعرض له، ورفع مستوى حقيقة الحراك هذا يزعجهم، فبالتالي تم الضغط على يعني الحكومة الأردنية حتى توقف هذا الأمر. الآن الحكومة الأردنية أمام يعني خيارين صعبين، إما أن تصطدم مع هذا الحراك الثائر، أو إما أن يعني تتعامل مع يعني تستجيب للضغوط الخليجية تحديدا. فبالتالي أنا أعتقد الحل هو ليس هنا ولا هناك، الحل هو وقف الحرب ووقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال. هذا الأمر إذا توقف العدوان وتم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، طبيعة الحال سوف يتوقف الحراك. لذلك صلب القضية ليست في إشكالية أن يخرج الناس إلى الشوارع، وهذا معتاد في الأردن على كل المستويات، لكن الإشكالية حقيقة هي في الحرب الدائرة. إن توقف الحراك يوما أو أسبوعا أو شهرا سوف يعود مرة أخرى ومرة ثانية ومرة ثالثة وهكذا. المشكلة فيما يجري في قطاع غزة، المشكلة أن الحكومة الأردنية تتشارك مع دول الخليج في ممر بري لداعم للصهاينة عبر ممر الخضار. هذا الأمر يزعج الشارع الأردني. الاتفاقيات الأردنية مع الاحتلال، الطاقة والمياه واتفاقية وادي عربة، هذا يزعج الشارع الأردني، وهذا هو الذي يطالب به الشارع الأردني بجميع طبيعة الحال. لذلك أسس المشكلة
وأساس المشكلة هو ما يجري من عدوان على قطاع غزة. أن يقف هذا العدوان يتوقف الحراك، دون ذلك هو عبث حقيقة. ولو تم الضغط على الحراك بطريقة أو بأخرى ربما يعاود الانتشار والانطلاق مرة ثانية. السيد خضر المشايخ الكاتب الإعلامي، كنت معنا من عمان، أشكرك جزيل الشكر. ما يجري في غزة هو المشكلة فعلا، وهو أساس كل الذي هذا الاهتزاز في المنطقة. هذا محتل منفلت، يعني آخر جرائمه وأحدى أكبر جرائمه ما جرى لمجمع الشفاء، يعني مجمع طبي، هجوم كاسح، محاصرته لأيام عديدة، تدمير أقسامه، حرقه، قتل من فيه من أطباء ومسعفين ومرضى. وطبعا تستمع للصهيوني يقول لك أنا قتلت 300 من المقاتلين، وين المقاتلين؟ داخل الشفاء يعني. وعليك أن تصدق محتل فاجر مجرم نازي في محاولة للنيل من هذا القطاع الصامد. هذا هو جنون هذا المحتل الذي فقد عقله فعلا. طيب قبل أن أبدأ طبعا مع استقبال مداخلاتكم، سنحاول الحقيقة أنا والزملاء في الاتصالات الوصول إلى أي ضيف إيراني للرد على أسئلتكم فيما يتعلق بهذا الهجوم على دمشق، وهو هجوم كبير أدى إلى تدمير كامل للقنصلية الإيرانية هناك وقتل وجرح من فيها. هذا هجوم لا شك له ما بعده، وإيران تتوعد دائما بالرد، ولا ندري هذه المرة هل الرد سيأتي سريعا أم سيضاف إلى التهديدات السابقة. الحاج من الجزائر، مساء الخير. الحاج ألو، السلام عليكم يا أخ صلاح. وعليك السلام. السلام عليكم يا أخ صلاح. عزيزي وعليك السلام، تفضل المداخلة مباشرة. قناة الحوار. نعم الحاج. نعم أخ صلاح، أنا نقول على السفارة تاع الإيران. اسمع فيها أخ صلاح. سامعك تفضل عزيزي. أنا نتدخل على كل حال، فرحت وما فرحتش على إسرائيل، احنا نكرهوا إسرائيل. وثاني إننا نقول احنا هذا فلاق القدس وإيران، ويضلوا يقولون دخول إلى الغزة، دخول إلى غزة بريا، إيران تدخل وكلش. احنا نقولوا راه على المباشر، يسمى ضربوا القنصلية ديالكم على المباشر، وانتوما الآن عليكم. على بالي يا أخ صالح ما راحش يزيدوا يدخلوا، يزيدوا كان يضربوهم حتى في إيران والله ما يدخلوا. خاطش هذيك كما نقولوا احنا، هذوك كما نقولوا احنا بلاسك عملاء كيف. بارك الله فيك صالح. شكرا لك. ويا ريت يا جماعة الخير أيضا لا ننسى بأنه إيران، طبعا من حق كل شخص في هذا البرنامج أن يطرح الأسئلة التي يراها يعني، لكن إيران هذا الاستهداف هو ليس هكذا عبثا. هذا الاستهداف لأن إيران لها دور ما في دعم المقاومة، لها دور ما في إسناد هذا المواطن الفلسطيني الصامد. المسألة لم تأتي عبثا أن تستهدف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، لا يجب أن ننسى ذلك. يعني أنا طبعا نحن نتناول هذا الموضوع بكل جرأة، ونطرح أسئلة عن رد إيران وعن دور فيلق القدس الآن، وقد كان له دور كبير في العراق وسوريا وقام بطحن الثورة السورية. الآن إيران تستهدف، القنصلية الإيرانية في دمشق هي جزء من جغرافية إيران حتى من الناحية العرفية والدبلوماسية الآن، وكأن طهران قصفت. فماذا إيران عساها تفعل؟ هذا هو السؤال. لكن علينا أن ننسى بأن إيران جريئة في القول بأنها مع المقاومة ومع غزة، وتقدم كل ما تستطيع لهذه المقاومة في الوقت الذي يتآمر فيه أو تتآمر فيه أنظمة في المنطقة بشكل فوق الطاولة وتحت الطاولة، وآخرها موضوعنا في الذي نتحدث عنه الآن، التحريض ضد حراك الأردن. عندما تحرض ضد حراك الأردن أنت لا تريد النفس الذي يتعاطف مع غزة، فماذا يسمى ذلك؟ طيب نأخذ مشارك. محمد تفضل. السلام عليكم الأخ صالح. وعليك السلام. يا الأخ صالح، لازم نعرف بأن أمريكا هي اللي تحكم الدول العربية. طيب هذا الكلام قلناه سابقا، اعطيني الآن في هذا الهجوم
وهذا التحريض الإماراتي السعودي ضد حراك الأردن في الموضوع، في الموضوع حتى نستفيد. الإمارات السعودية والأردن هم اللي محاصر، ومصر هم اللي محاصرين غزة. لماذا السعودية والإمارات ليش قلقانين؟ ليش قلقانين من الحراك الأردني؟ شو ما الذي يزعجهم في ذلك؟ مقلقهم لأنهم بيدعموا غزة، وأمريكا ضد 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 والسعودية والأردن ومصر ضد حماس. يعني يعني هذا الذباب الإلكتروني كما يسمى السعودي الذي يحرض ضد حراك الأردن هو قريب جدا من السلطة، بل هو السلطة نفسها. محمد خليك مصحصح معايا حتى نستفيد من الحوار يا رجل. طيب شكرا لك محمد، أشكرك. أنا نحب بصراحة يعني أريد دائما مشارك يكون مصحصح معايا وياخذ ويعطي حتى يكون الحوار يعني حركي ونشيط. ما نحب واحد يعني يأتيني هو مرهق ونائم ونص كلمة وبعدين ما يكمل. أبو أسامة مساء الخير. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام عزيزي. لماذا السعودية والإمارات قلبهم مليان من حراك الأردن؟ شو المشكلة؟ يا أخي صالح، النظام السعودي والإمارات والبحرين هما هم ضد قيل، هما هم مع انقلابات عسكرية ومع شيء وضد فلسطين، ضد المقاومة من زمان. أما بالنسبة تدمير السفارة القنصلية الإيرانية في دمشق، نعم المقاومة ديال هذيك راها باينة مساندة المقاومة، والحمد لله هذه الإيران هي اللي راها مساندة المقاومة. طيب ماذا بعد هذا العدوان الصهيوني؟ هل نتوقع رد يعني كبير وواضح ومباشر هذه المرة، أم تستمر إيران في الاعتماد على أذرعها كما يسمى؟ الإيران على الأذرع، على حزب الله وعلى المقاومة، وخمسين في المئة غادي تمشي ردة إن شاء الله قوية لكي يستمر. شكرا لك أبو أسامة، أشكرك. أبو القعقاع تفضل، مساء الخير. أبو القعقاع عزيزي، نبدأ مع الإمارات والسعودية والتحريض على حراك الأردن، لماذا؟ يا سيدي هذا ما مش تحريض يا سيدي، يا سيدي صالح مش تحريض. إذا ماذا يسمى إذا لم يكن تحريض؟ فدعت خشمك، خليني أقول لك، مصر والأردن تحت إدانة يا الخليجيين، اللي نعطيهم هذا الشحاذين عندنا. الحكومتين حكومة مصر وحكومة الأردن، هذا الشحاذين عندنا يا الخليج. وبتحكم على كذا وعلى مزاجنا، هذا صحيح أقوله، ما حد يقول الكلام صحيح لنا. أما طالع شوف الانقلاب اللي صار في الأردن وراء السعودية والإمارات، ما قال محمد عبد الله الثاني كلمة ولا كلمة. الوزير اللي عندهم هو يا حمزة إيش سووا؟ هذه معروفة. أما ناس إيران طال عمرك إسرائيل طال عمرك صفات لها سبعة ضباط من الطبقة العالية، واجبه دسمة في غرفة في القنصلية. الدبلوماسيين ما جاهم شيء، ما يلحق إسرائيل شيء يا أخي، مع اتفاق مع الحكومة السورية أو مع الإيرانية أو مع الروسية. شوف عن هذه غرفة اتفاق انت عمرك بيهم جلسة في ساعة وصفوهم اقتلوا العسكر وردوا دلع دليل، ردوا طال عمرك في قاعدة في أمريكية الميليشيات بيه رد مزلزل من إيران لما قامت الساعة ردت. طيب يعني أبو القعقاع، دائما أنا أحاول الحقيقة، سعيد بمداخلاتك ولكن أحاول دائما الخروج بجمل مفيدة. الآن إيران سترد بشكل مباشر أم ترد بالمثل؟ يعني ربما تستهدف قنصليات أو سفرات صهيونية في العالم، يعني هل سنشهد في الفترة المقبلة حرب قنصليات وحرب سفرات مثلا، أم ستكون إيران هذه المرة في مواجهة مباشرة مع المحتل الصهيوني؟ لا لا، أمريكا مخالبها إسرائيل، وإيران مخالبها المقاومات هذه الشيعية في المنطقة. ما تقدر إيران ترد، ما ترد. لن نرى ردا إيرانيا مباشرا إذن. شكرا لك. ولا شيء، محرم هذا، محرم على إسرائيل وإيران، محرم يا صالح.
شكرا لك بالقعقاع، أشكرك. لكن يا جماعة الخير، عندما تضرب قنصلية وتدمر بهذه الطريقة ويقتل ويجرح كل من كان فيها، ألا يبدو من حق إيران الآن حتى من ناحية الدولية يعني أن تدافع عن نفسها؟ طيب إيران ما قالت أنا أستطيع أن أزيل تل أبيب من على الخارطة، يعني أن تل أبيب بالنسبة لإيران لقمة سائغة، يعني قزم أمامها. طيب ما الذي يمنعها في ذلك؟ أن تتدخل أمريكا؟ أمريكا الآن لن تجرؤ على التدخل، مقبلة على انتخابات وحالتها حالة، ووضعها يعني سمعتها في الحضيض، واعتبارات عديدة يعني لن تسمح الآن لإيران بتوسيع دائرة الحرب. هو المحتل الصهيوني لا يريد إيقاف الحرب في غزة ولا يريد أي اتفاق هدنة، وبالتالي يحاول أن يشعل المنطقة ويجر أمريكا إلى مواجهات أوسع. أمريكا تدرك ذلك، لكن إيران في هذه اللحظة ربما حالة من الضعف لهذا الطرف أو ذاك، حالة ضعف لا أقول عسكرية، لا لا لا، إيران أمريكا الآن ليست مستعدة لتوسيع دائرة الحرب، وإسرائيل في حالة ضعف شديدة. فهل برأيكم هذين العنصرين ربما هذا قد يغري إيران للرد وكسر حاجز الخوف بين ظفرين؟ أقول لأنه حاجز الخوف كسرته فصائل أقل حجما من إيران، فصائل العراق قصفت في قلب كيان الصهيوني، المقاومة لا، المقاومة لم تترك مكانا في كيان الاحتلال إلا وقصفته. بالتالي يعني إذا كانت مجموعات مسلحة أقل حجما من دولة تستطيع أن تقصف في أي مكان، فما الذي يمنع إيران أيضا أن ترد كذلك؟ عبد الجبار مساء الخير. عبد الجبار من العراق، أنا ما زلت أنتظر ضيف من إيران. مساء الخير أخي صالح. تفضل يا عبد الجبار، مساء الورد. أخي صالح، تعقيبي حول قصف القنصلية الإيرانية في دمشق لو سمحت. أخي صالح، توقيت القصف الصهيوني للقنصلية الإيرانية في دمشق هذا اليوم جاء بسبب إطلاق صاروخ بواسطة مسيرة أطلقتها المقاومة العراقية لم تكتشفها جميع رادارات الكيان الصهيوني. إصابة الصاروخ كانت دقيقة، أدت إلى تدمير هائل لمخازن الذخيرة الموجودة في أكبر قاعدة صهيونية في ميناء إيلات، أطارت صواب الكيان الصهيوني. وصول طائرة المقاومة العراقية المسيرة المطورة إلى إيلات بل أمر رشراشي أمس يعني أن هناك إمكانية للوصول إلى أي مدينة في الكيان الصهيوني. هذا عبد الجبار ما رفع الضغط لدى كيان الاحتلال ورد بتدمير القنصلية الإيرانية، هذا صحيح. لكن الآن بالضبط المرحلة التالية، يعني الآن دخلنا مرحلة خطيرة في المواجهة، كانت مواجهة غير مباشرة، الآن ربما سنصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة ولا لا؟ السؤال الذي أسأل إيران، هل سترد إيران على الكيان الصهيوني بعد ضرب قنصليتها في دمشق؟ هي قالت اليوم، سمعته في قناة الجزيرة، قال سنرد في الزمان والمكان المناسبين. إيه لكن هذا خطاب مكرر يا عبد الجبار. ونحن نقول لها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شكرا لك عبد الجبار من العراق، أشكرك. لأنه المشهد اليوم حتى في الداخل الإيراني ستكون له انعكاساته كبيرة. الجمهور الإيراني يرى هذه إهانة غير مسبوقة لإيران، أن تقصف قنصلية وتدمر بهذا الشكل ويقتل من فيها ويجرح، إهانة غير مسبوقة لإيران. ليس أمام إيران إلا الرد بالمثل، ربما أقول ربما، وأنا هنا في إطار التخمينات طبعا، ربما استهداف قنصلية أو سفارة صهيونية في العالم. طبعا المحتل بالتأكيد بدأ للتو تشديداته الأمنية، ولكن ماذا تفعل التشديدات أمام صاروخ يأتيك من هنا أو هناك؟ على كل حال، أو سنرى ربما تصعيد في المنطقة من قبل المجموعات المحسوبة على إيران. لكن إيران إلى متى تبقى تعتمد على المجموعات؟ يا أخي المحتل الصهيوني يعتمد بنفسه، يضرب بنفسه من يشاء. يعني الكيان الذي ضرب القنصلية الإيرانية ليست مجموعة محسوبة على إسرائيل، لا، المحتل الصهيوني نفسه يضربك أنت أيها الإيراني. ليش تعتمد على المجموعات المحسوبة عليك؟ لماذا لا تكون مثل كيان الصهيوني نفسه؟ تضرب بيدك،
لا بيد غيرك. إيران تقول لك أنا، وقالت مرارا أنا أستطيع أن أزيل هذا المحتل من على الخارطة. طبعا قال حينها عرب كثر في على صفحات التواصل، طيب انبوس أيديكم تفضلوا. لكن الإيرانيين الحقيقة التهديدات كثيرة وكثيرة جدا، ولكن الفعل المباشر إلى حد الآن لم يأتي. نعم هناك مجموعات محسوبة على إيران، وإيران تدعم هذا لا شك فيه، وخطاب قوي الحقيقة، واستقبل إسماعيل هنية من قبل الإمام علي خامنئي، والتأكيد على أنه إيران مع غزة هذا لا شك ولا أحد يجادل في ذلك. لكن إلى متى تبقى إيران تعتمد على الوكلاء بينما المحتل يضرب بيده؟ هذا هو السؤال، لأن هذا الحقيقة أيضا في ظاهره ينتقص من حجم وقدرة وقوة إيران. أنت لا تجرؤ على الرد بيدك بينما المحتل يستطيع. لحسن من بريطانيا، لحسن من بريطانيا. السلام، السلام عليكم. تحية. وعليك السلام، يا هلا بيك. تفضل عزيزي أنت على الهواء. أردت أتكلم على إيران. إيران قالت كل مرة تقول يعني تتجاوز الخط الأحمر إسرائيل سنارد، ونشوفوا الزمن والمكان. الآن هاري ضربتها في السفارة، ضربتها في السفارة وقتلت لها الضبة. هذا هو خط الخط الأحمر. والسؤال الثاني تاع السعودية والإمارات. السعودية والإمارات راهم عارفين باللي الملك تاع الأردن هو اللي راه متواطع مع النظام المصري باش يحاصروا غزة، لهذا راهم خايفين من الحراك الأردني. الحراك الأردني ما راهش قابل بهذا وإيران شبعتنا يعني ها الخط الأحمر جاو، قال لك كي تجاوزوا الخط الأحمر في غزة تجاوزها أو ضربوا لهم السفارة. هذه صفعة على كل حال. على كل حال إيران راهي متواجدة في الحق بالأدروع تاعها، أنا بغينها ترد، أنا بغيناها ترد يعني عندها الأسلحة وتتحالف مع الجزائر وتتحالف مع تركيا وراها المشكل اللي هذا أمريكا وإسرائيل صبح الثقيلة. أرى المقاومة يطلعطيهم في الظروف اللي قاعدة ما ينشوهمش. شكرا لك لحسن، أشكرك لحسن من بريطانيا. أود أن أعطي فرصة أيضا لبعض المشاركات عن طريق الواتساب. ياسمين عياد تقول دولة الاحتلال طلبت رسميا من 3 جيوش عربية إرسال قوات إلى غزة ربما لمساعدتها في اقتحام رفح، ولكن حكام هذه الدول ما تزال مترددة وتبدي تخوفها أولا من أن تقوم عناصر شريفة من هذه القوات بالانضمام للمقاومة وتلحق الهزيمة أيضا بالصهاينة العرب، وثانيا تقف الفضيحة أو تقع الفضيحة عندما تثبت المقاومة بفيديوهات لأسرى جيوش العرب الأشاوس يجلسون في أنفاق غزة بجانب الأسرى الصهاينة وينتظرون الإفراج عنهم. تقول ياسمين. سميحة من تونس تقول شيء مؤسف بل مخجل أن تشارك الإمارات والمملكة العربية السعودية في حملة ضد حراك الأردن تماما مثل ما شنت حملات ضد ثورات الربيع العربي لإفشاله في الوقت الذي كان عليها أن تقوم بحملة ضد إسرائيل وجرائمها النكرة في غزة. لقد أثبتت هذه الدول أنها ليست فقط متخاذلة بل متواطئة أيضا. طبعا من أفشل ربيع الأمة بالتأكيد كانت خيانة لأحلام شعوب بكاملها. هذه الدول ساهمت بمعاولها السياسية والاقتصادية والتآمر والخداع وكذا في إفشال هذا الربيع وعرقلته. الآن تتجه الخيانة أو تتضح الخيانة بشكل آخر، وربما تؤكد كل هذه الأدوار تصب في خانة واحدة، أن هذه الأنظمة لا تريد الخير لهذه الأمة لا من قريب ولا من بعيد كما يقول البعض. الحاج يوسف من المغرب يقول رسالة إلى عرفات من مصر. قلت العرب قديما حافظوا على الشرفاء ولو كانوا خصومكم، ولا تفرحوا بالسفهاء ولو وقفوا معكم، فالشريف عندما تحتاج إليه وإن كان خصمك لن تجده في مواقف الكرامة إلا شهما يأبى أن يدنس مقامه بفعل قبيح أو قول مشين، والسفيه لا تفرح به ولا تركن إليه، فهو اليوم معك وغدا عليك. طيب إبراهيم ابن عائشة من المغرب يقول رسالتي بعض إخواننا في الخليج، نحن أردنا وطن عربي جديد فيه ديمقراطية وحرية وعدالة، وأنتم أردتم أن تبقوا عبيد للحكام. يقول شيماء القرني تقول يوم السبت الماضي وفي مدينة شتوتغارت الألمانية وعلى هامش مسيرة
للسلام ولإيقاف الحرب في فلسطين وأوكرانيا، كان لي هناك نقاش وإجابة على أسئلة من نشطاء أوروبيين، ومنها لماذا هناك حكام عرب مسلمون يقمعون مظاهرات شعوبهم المطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات لغزة. فاضطررت للإجابة تقول بأن هذا العمل لا علاقة له بالعروبة والإسلام الذي جاء قبل 1400 عام بمبادئ وقيم هذه المسيرة، وهؤلاء الحكام ربما هم من بقايا الجاهلية ويريدون إخضاع شعوبهم لعصور التخلف والعبودية الغابرة وتكميم أفواههم إما بالسجن المؤبد أو التفنن بابتكار طرق إعدام حديثة مثل المنشار. تقول شيماء القرني، ويريت الاختصار مرة أخرى يا شيماء لو سمحتي. سفيان من تونس. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام. صح شيفتك أخ صالح. والله في خصوص موضوع اليوم بالنسبة للأردن وبالنسبة للهجوم على السفارة الإيرانية، بالنسبة للأردن أخ صالح، النظام الأردني ما عنده حتى حل، لازم يعطي تنفيسه، لازم يعطي مساحة، وهذا نشوف فيه هو المساحة اللي يعطيها هذه للمعنى الإخوان متاعنا في الأردن، الضغط على السفارة و و و و بخصوص الضغط من طرف البلدان الخليج السعودية والإمارات، احنا مستنسين واحنا استنسنا، هذوما خناجر في ظهور الأمة العربية أخ صالح، مش كلام ولا انشا. شكون يفسد لنا احنا الثوره نتاعنا اللي تساهم بصفه كبيره في افساد الثوره في مصر وفي تونس؟ نظام الانظمه هذه، النظام السعودي والنظام الاماراتي، واللي اعطى الرز كما يقولوا في مصر لضخ الاموال اللي توا قاعدين يضخوا في الاموال، هات بركه ما تفهمش لا ديمقراطيه لا فما لا ديمقراطيه لا 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 حقوق انسان لا 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 من ناحيه. ومن ناحيه الهجوم الايراني، من ناحيه الهجوم الاسرائيلي على السفاره الايرانيه، انا والله يا اخ صالح كما كنت تحكي سيادتك، هل باش ترد ولا ما باش ترد؟ هي ترد، ايران قاعده ترد، والاثمان قاعده تفعل الحدود، الحدود في لبنان، هل انه باش يكون رد مباشر معناها ايراني اسرائيلي معناها ايراني ضد؟ انا ما نصورش ايران اختصاصها اللعب على شكرا لك سفيان من تونس، اشكرك. نرحب الان بضيفنا الثاني في هذه الساعه، السيد حكم امهز الخبير في الشؤون الايرانيه، ينضم الينا من طهران. سيد أمهز مساء الخير وسعداء بهذه المقابلة وإن كان الوقت متأخر لديكم هناك. في البداية تعازينا للضحايا الذين سقطوا اليوم في هذا العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق. هجوم الحقيقة فيه تجاوز لكل الخطوط الحمر كما قال المتابعون. إلى أين سينقل هذا الهجوم المواجهة المباشرة أو الغير مباشرة بين إيران وكيان الاحتلال؟ حكم أمهز، سيد حكم أمهز، طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال لثواني معدودة مع ضيفنا، سنعود إليه على كل حال ونرجو التأكد فقط بأنه الخط جاهز هذه المرة. نرجع نعود إلى عمر من إيطاليا. طيب عمر من إيطاليا أيضا غادرنا. عم أبو علاء التميمي من عمان الأردن يقول كيف يترك أهل غزة تحت القصف ولدى الجيش المصري ما يمحو الاحتلال، كيف يترك الأقصى أسيرا مستباحا على مرأى ومسمع الجيش الأردني ثم لا يحرك ساكنا، انفروا خفافا وثقالا، لبوا صرخات أهل غزة، ازحفوا لتحرير فلسطين، يقول أبو علاء التميمي من عمان الأردن. الحقيقة هذا النداء وجه من قبل محمد الضيف ووجه أيضا من قبل مفتي الديار الليبية وكذلك حتى جهة أخرى. طيب نعود مرة أخرى للضيف، نرحب بالسيد حكم أمهز الخبير في الشؤون الإيرانية من طهران. سيد أمهز مساء الخير، كنت سألتك في البداية مرة أخرى نعزيك لسقوط هؤلاء الضحايا اليوم في هذا العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق. هذا العدوان فيه تجاوز لكل الخطوط الحمر بنظر متابعين، إلى أين سينقل المواجهة بين طهران وتل أبيب؟ يا أستاذ صالح وأعظم الله أجوركم جميعا بالشهداء جميعا سواء كان في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في أي بقعة يواجه بها الكيان الإسرائيلي. طبعا دعنا نقول أنه هذا يعني لماذا الاستهداف للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ لأن الوجع الأساسي للإسرائيلي هو من الإيرانيين، الإيرانيون الذين يدعمون المقاومة سواء كان في فلسطين أو في غير فلسطين بكل الإمكانيات. هذه الإخفاقات الكبيرة جدا التي أصيب بها نتنياهو في غزة من خلال عدم إمكانية تحقيق أي هدف من أهدافه في غزة
أيضا هذا يعني جعله مربكا ومتهورا إلى أبعد الحدود. أيضا الإسرائيلي يريد أن يجر المنطقة إلى حرب واسعة كبيرة جدا، وبالتالي هو يقوم بما يقوم به لأنه أصلا يعني يلعب بأوراقه الأخيرة. وأيضا إذا أردنا أن نقول أن هناك مفاوضات غير مباشرة ما بين الإيرانيين والأمريكيين حول تسوية ما في المنطقة، بطبيعة حال الإيرانيون رفضوها سابقا وأعلنوا هذا بشكل مباشر وقالوا أنه لن يكون هناك أي بحث في إمكانية لأي ملف إلا أن يتوقف العدوان على غزة. إذن كل مجموعة هذه الأمور أستاذ صالح، أعتقد هذا الوجع الكبير إذا أردنا أن نسميه دفع الإسرائيلي إلى القيام بهذا العدوان الذي تجاوز الخطوط الحمراء. الآن سابقا يمكن أن نقول أنه كان هناك استهداف لقوى عسكرية بقوى عسكرية إلى آخره، الآن هناك استهداف للقنصلية الدبلوماسية، وهذه القنصلية بطبيعة الحال محكومة للقوانين الدولية لا سيما معاهدة جنيف عام 1961. فلذلك الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء، أراد أن يوجه رسالة إلى الأمريكي أنه أنا أريد أن أوسع دائرة الحرب، أراد أن يقول للإسرائيل الإيراني ولمحور المقاومة أنا مستعد لأن أذهب إلى أي يعني احتمال ممكن. على هذا الأساس الآن أعتقد أن الرد الإيراني سيكون بالأسلوب التالي. أولا الإيرانيون في الفترة السابقة قالوا أنهم لن ينجروا إلى ما يريده الإسرائيلي حاليا، لأن الانجرار إلى معركة كبيرة هو يخدم المصلحة الإسرائيلية وتحديدا مصلحة نتنياهو المأزوم جدا في الداخل الإسرائيلي، وهذا الأمر معروف لا يحتاج إلى كثير من التفسير، سواء كان على مستوى التظاهرات لعوائل الأسرى أو على مستوى الإخفاقات في غزة أو على مستوى الخلافات الداخلية في حكومة الحرب الإسرائيلية أو حكومة الطوارئ حتى، وأيضا الخلافات الإسرائيلية الأمريكية بطبيعة الحال القائمة ليس على الأساس استراتيجي لأن العلاقات عضوية بين الطرفين، ولكن على أساس المصالح الشخصية لكل من نتنياهو وبايدن. فلذلك الآن الرد الإيراني أنا بتقديري في هذا الإطار سيكون أنه الآن الرد الإيراني سيكون حتما، لأن الإيرانيين توعدوا بهذا الموضوع، لأنه إذا تركوا عملية الرد فإن هذا يعني أنه نحن ذاهبون إلى أن يذهب الإسرائيلي بعد ذلك إلى استهداف السفارة الإيرانية في سوريا، وهذا بيحتمل يعني بشكل كبير جدا. أيضا يعني يمكن أن يقوم بأي عمل آخر، فلذلك الإيراني بطبيعة الحال لن يستهدف السفارة أو قنصلية إسرائيلية في مكان ما في دولة ما، لأن هذا مخالف للقوانين الدولية. فلذلك بتقديري أن الرد سيكون في الداخل الإسرائيلي. الآن كيف سيكون الرد؟ بطبيعة الحال هو استهداف لقيادات أمنية، هو استهداف لمصالح إسرائيلية إلى آخره. هذا الأمر يعني يبقى بيد القيادة الإيرانية التي بطبيعة الحال تدرس هذه الخيارات، خصوصا وأن هناك تظاهر اليوم في مستديرة أو ما يعرف بميدون فلسطين في طهران، تظاهرات نددت بهذا العدوان وطالبت بأن يكون هناك رد وما إلى ذلك. فعمليا أيضا المسؤولون الإيرانيون توعدوا أيضا بالرد، ولكن أنتم تعرفون أن الإيراني لا يعمل عقليته في الرد باردة، يعني ليست لا تقوم على أساس الانفعال ورد الفعل المباشر دون الدراسة. ولكن هذا البرود، واسمح لي هنا في 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 المقاطعة سيد أمهز، البرود ونضعها بين ظفرين، طبعا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا التمهل ربما والتريث والحكمة إن شئت الإيرانية، الحقيقة أخذت فترة طويلة جدا يقول البعض، لأنه ليس هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها مواقع إيرانية ولا نرى ردا إيرانيا مباشرا. نعم لا أحد يختلف معك بأن إيران مع المقاومة، بأن إيران تدعم الحوثيين وتدعم المقاومة في غزة وتدعم حزب الله، هذا كله لا جدال حوله، ولكن الآن إيران أمام جمهورها في داخل إيران مطالبة برد حقيقي ومباشر، والدليل على ذلك كما شرت حضرتك القنصليات والسفارات هي جزء من الأرض الأصلية، يعني القنصلية الإيرانية في دمشق وكأنها جغرافيا إيرانية، يعني الآن وكأن إيران قصفت فعلا. تماما أستاذ صالح، تتحدث بشكل دقيق جدا. يعني دعني أقول أنه إذا تحدثنا عن رد إيراني فهذا الرد الإيراني أصلا موجود ليس من الآن، منذ فترة زمنية طويلة الرد الإيراني موجود بكل طلقة، بكل صاروخ، بكل مسيرة تطلقها المقاومة، سواء كان في فلسطين أو في لبنان أو في اليمن أو في غيرها. وبالتالي الرد الإيراني الموجع، يعني هنا السؤال أنه لماذا يرد الإسرائيلي يقصف إيران؟ لماذا لم يقصف أي طرف آخر؟ لأن الوجع يأتيه من الإيرانيين. صحيح، هذا الأمر صحيح. والآن الرد، أنا قلت أن الإيرانيون حتما سيردون. شوف
عندما اغتيل الشهيد قاسم سليماني الإيرانيون ردوا في استهداف قاعدة في عين الأسد، وبعد ذلك أسقطوا الطائرة أركيول المتطورة الأمريكية في الخليج. وتذكر يومها أن ترامب شكر الإيرانيين لأنهم لم يستهدفوا الطائرة الثانية لأنه كان فيها حوالي 37 ضابطا أمريكيا، وهم أعلنوا عن ذلك الإيرانيون أنه نحن لم نستهدف الطائرة الأخرى لأنه كان فيها عدد من كذا الضباط. فعمليا أنا بتقديري أن الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء، يعني استهدف أرضا إيرانية. هو غدا كما قلت ممكن أن يستهدف سفارة، يمكن أن يستهدف مصالح إيرانية أخرى، وبالتالي هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه. لكن أنا أقول هنا، التحدث أنا عن العقلية البارزة، وهذا لا يعني أن هذا الموضوع سلبي، إنما هذا بالعكس هذا إيجابي، لأن الإيراني إذا رد بشكل سريع يعتبر أنه ربما لا يأتي بالنتائج التي يتوخاها، فلذلك يدرس رده بشكل دقيق. وهو من هذا المنطلق الإيراني يفكر بهذه الطريقة أنه كيف يرد. أنا هنا في هذا الإطار أريد أن أقول أستاذ صالح، وهذا الأمر يعني يجب أن يعرفه الجمهور، وهو أن إيران دائما عندما تتعرض لشيء ما هي ترد، والمعركة الأمنية بين الإيرانيين والإسرائيليين قائمة جدا. يعني يمكن بكبسة زر في الجوجل مثلا تحدث هناك مثلا حرائق كبيرة جدا في مثلا مصنع بتروكيماويات في حيفا، أو في مصنع مصفات في حيفا، أو مثلا وجود عالم نووي إسرائيلي وجدوه مثلا ميتا في فندق في إسرائيل. طب هذه الأمور دائما إسرائيل تتكتم عليها، ما هي الأسباب؟ يعني هذا كيف قتل هذا العالم النووي الإسرائيلي؟ كيف لماذا اشتعلت الحرائق في البتروكيماويات، المصنع البتروكيماويات أو في المصافي أو غيرها؟ هناك أحداث كثيرة تدخل يعني. طيب على كل حال كان بإمكان إيران أن توثق مثل هذه الهجمات أيضا حتى تقنع من يتابع، لكن دعني أختم معك في هذا السياق. اسمح لي أن أوضح هنا، الرقابة الإسرائيلية المشددة هي التي تمنع وصول. عندما تقول حرب أمنية لا يكون الآن إسرائيلي قام بعدوانه ولم يعلن أنه هو من قام بالعدوان. الحرب الأمنية لا يعني الطرف القائم بها عن أنه هو الذي قام بها إلا بحالات استثنائية محددة. فلذلك هذا الأمر موجود، وهناك معركة سبرانية. وأنا أقول لك شيء معلن، طيب هناك وزير إسرائيلي حكم عليه 12 سنة في الحبس لأنه كان عميلا لإيران، أيضا اعتقل أحد الموجودين في بيت وزير الحرب الإسرائيلي وكان عميلا لإيران. عمليا إيران متغلغلة في الداخل الإسرائيلي، ولكن الرقابة الإسرائيلية هي التي تمنع يعني شيء يتعلق بالأمن والعسكر. طيب في هذا السياق نختم لأن الوقت يلحقنا سيد حكم همهز. إيران قالت مرارا وتكرارا بأنها قادرة على إزالة هذا الكيان من على الخارطة الفلسطينية تماما، وأنها لا تعبأ ولا ترى أن هذا الكيان قادر أن يصمد أمامها. بعض الجمهور الحقيقة على صفحات التواصل يقول ليس هناك أفضل من لحظة تاريخية مثل هذه اللحظة، غزة تستباح، وإيران كانت هددت منذ بداية العدوان بأنها ستتدخل إذا حصل عدوان بري وستتدخل إذا حصل كذا، ولم تتدخل بعد. ربما هذه اللحظة مناسبة حتى نرى إيران رؤية العين، يعني تدافع بيديها وليس بوكلائها. بكلمة أقل من نصف دقيقة لو تكرمت، هل تتوقع يعني أن إيران قادرة على ذلك أم أنها ستحاول دائما تفادي المواجهة المباشرة؟ لا لا لا، إيران لديها القدرات وهي جاهزة مع محور المقاومة للقيام بهذا العمل. ولكن أنت تتحدث عن معركة مع الإسرائيلي مع الأمريكي قبل الإسرائيلي، أنت تتحدث عن معركة يصح التعبير كونية، فلذلك إذا لم تكن مضمون نتائج هذه المعركة لا يمكن أن تدخل فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من يضمن لنا إذا دخلت إيران في هذه المعركة أن لا تقوم بعض الدول في المنطقة بالتحالف مع الإسرائيلي والوقوف بوجه إيران؟ عمليا هذه تحتاج إلى حسابات دقيقة. أيضا هناك المفاعلات النووية الإسرائيلية يجب أن تحسب لها حساب، هذا بطبيعة الحال كله في الحسابات يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. لا يمكن أن نقول أنه لماذا الآن لم تقم الآن، ربما كان من المفترض أن تكون السنة المقبلة الهجوم. يعني الاستعدادات يجب أن يكون هناك استعدادات، يجب أن يكون هناك ضمان لنتائج الحرب، أنت تخوض حرب عقول وأدمغة، أنت تخوض معركة مع أمريكا وإسرائيل والدول المتحالفة معها وحتى مع بعض الدول في المنطقة. أنت تعرف هذا الأمر تماما، أنه الآن يذبح الشعب الفلسطيني ولا يستطيع بعض الدول أن تدخل قنينة ماء يا رجل.
لا تستطيع أن تدخل رغيف إلى الفلسطيني، ومن ثم يهاجمون إيران ويهاجمون القوى التي تدعم الفلسطيني. على كل حال أدركنا الوقت سيد حكم أمهز الخبير في الشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران، أشكرك جزيل الشكر وأعتذر طبعا في اللحظات الأخيرة غدرت بنا التكنولوجيا وتوقفت المداخلة. على كل حال الفكرة العامة وصلت، شكرا جزيلا لك. أعود لي ما تبقى معنا من جمهور، بعض المداخلات فقط عن طريق الواتساب. عبد العالي من المغرب يقول دول محور الشر أولاد زايد بن سلمان والجنرال السيسي يخافون من الشعوب ومن المتظاهر وكذلك حفاظا على دعم للصهاينة، أما عن قتل ضباط إيرانيين في دمشق لم يكن الأول ولم يكن الأخير. وهذا ما يقوله عبد العالي من المغرب. نكتفي بهذا القدر لأن وقت يلاحقنا. نتوقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري ثم لنا عودة، فلا تذهبوا بعيدا. طيب باختصار شديد فقط نختصر على العناوين. غزة إذن اليوم 77 بعد 100 للعدوان الصهيوني الأمريكي، ارتفاع حصيلة الضحايا كما تتابعون إلى 32,845 شهيد و 75,392 مصاب، وما زال العرب لم يحرك ساكنا بالمعنى الحقيقي وليس الأقاويل والشجب هنا وهناك. إلى الداخلية في غزة الآن، اعتقال قيادة القوة الأمنية التي شكلها ماجد فرج اللي أمامكم ويجري التحقيق مع أفرادها. دخلوا متسللين، هو اللي يدخل متسلل إلا السارق الحقيقة، دخلوا متسللين مع قوافل الإغاثة. هل مر هؤلاء دون إذن القوات الجهات المصرية؟ طبعا لا يمكن، لكن كيف سمحت لهم مصر بالدخول ثم تملصت أو تنصلت من المسألة؟ لا أحد يعلم، لكن على كل حال قادت هذه القوات الآن في قبضة المقاومة للتحقيق معهم، والرسالة وصلت إلى السلطة الفلسطينية بأن المقاومة ما تزال قوية وما تزال مسيطرة، ما تتوقع أنها صارت لقمة سائغة. إلى الضفة المحتلة الآن، الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات وأعداد المعتقلين ترتفع إلى 7,920 منذ 7 أكتوبر الماضي. إلى الولايات المتحدة الآن، نائب جمهوري دعا لضرب غزة بقنبلة نووية. لاحظ هذا المجرم، قنبلة نووية يا إرهابي، هذا هو الإرهاب، بقنبلة نووية. أشعل على كل حال ضجة واسعة في الولايات المتحدة، تراجع لاحقا أو حاول التراجع عن تصريحاته. إلى الخبر التالي، نقلا عن إكسيوس، الولايات المتحدة وإسرائيل تعقدان اجتماعا عبر الإنترنت اليوم بخصوص رفح. يقول لك في مشكلة بين بايدن ونتنياهو، لا مصدقينكم فعلا، ينسقون بالليل والنهار، ولكن الله مع رفح ومع أهل رفح، ولن يهزم قوم معهم رب العالمين، كونوا على ثقة من ذلك. أنا لا أقول هذا الكلام خارج الإطار، لا والله، هذه معركة أمة ومعركة حق. والله لو كان أهل غزة على باطل ما كان المرء ليقول فيهم كلمة، ولكنهم لأنهم يدافعون عن أرضهم وعن عرضهم وعن شرفهم وعن قوت عيالهم، فالله معهم وكل الأمة وكل الأحرار في العالم معهم. إلى الخبر التالي، سوريا، قصف صهيوني جديد استهدف محيط العاصمة دمشق ضمن اعتداءات متكررة للمحتل الصهيوني، وكنا نتحدث عن هذا العدوان الحقيقة الذي أدى إلى تدمير القنصلية الإيرانية وقتل وجرح كل من كان فيها. وسؤالنا كان، هل يتحرك فيلق القدس الذي تحرك كثيرا في العراق وفي سوريا؟ فلماذا لا يتحرك هذه المرة دفاعا عن شرف إيران؟ لأن القنصليات هي أرض إيرانية تعتبر. ننتظر على كل حال ونرى. بعد الفاصل نبقى مع غزة ونسأل، ماذا تصنع قوات السلطة في القطاع وبالتنسيق مع العدو؟ نعود إلى هذا السؤال بعد الفاصل.